إذا اللسان فيه لون أزرق نقص أكسجين. ممتاز. إذا وإذا اللسان فيه تشققات وفي نقط كذي حمر مدورين شي كأنهم نفر بس مو نفر شي منقط دق 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 نقص فيتامين. قبل لا أقول وساعاتي صاحبة الناس اللي عندهم شي لثتهم بسرعة تنزل دم تغرحات تصير عندهم حتى تغرحات داخل الجسم على فكرة نقص فيتامين سي ضروري جدا لأن فيتامين سي هو مسؤول عن الأنسجة وهو اللي يعزز الكولاجين النسيج هذا إذا صارت له مشكلة يقوم ما يقوم يمسك الضروس عدل فيرتفع فيدش تحت أكل آي 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 تفرش ولا يطلع مثلا عظم دياية عظم لحم تغشمر أقصد يعني يرتفع هذا لا يدش أكل فيتامين سي. شوفوا وايد إنه شنو وايد إنه وايد إنه خل عيد الفيديو وايد إنه شنو وايد إنه هذا الفيديو ما شلون صاير. شوفوا وايد إنه ما فيه وايد العرض ناس فيها تحلجهم مع إنه يفرشون وعندهم كل الأشياء مضمضة كل شيء كل شيء كل شيء عندهم مليون فرشة هذه اللي تس 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 تس, تس اللي تنظف بين الأسنان كل شيء ولكن في ريحة حلج عندهم شنو السبب؟ فمساكين شو يسوون؟ يقولون يأكلون نعناع يأكلون حلاوة 24 ساعة وفي نصهم صارت فيهم حالة نفسية ما تقرب عند رفيجات تقول شوف يا بحاجج لأن الهواء هواء المسموم فلازم تأخر شيء. السلام عليكم هلا حجية شلونك؟ شنو الأسباب؟ الكربوهيدرات والسكريات. يلا عاد بضاري يلا يلا شنو؟ الكربوهيدرات الزايدة والسكريات تقوم تغذي البكتيريا وإذا البكتيريا نمت وصارت وايد هي اللي تطلع الريحة هذه. عرفت شلون؟ زين في هل في علامة؟ أحد العلامات رقم واحد شوف اللسان لونه أبيض وفي خرايط شو السالفة؟ فالناس مساكين إيش رايز إيش يسوون؟ يستخدمون الفرشة مالت اللسان هذا اللي تحطها آخر شيء تسوي وللحين نفس المشكلة. شو نسوي؟ قلت لكم العلامة أبيض وفي كذي خرايط. عندنا سائل باش فروت أنا كل يوم أستخدمه ساعات أنسى قطر لي 10 قطرات بماي وأشرب بعد ما فرش أسناني أو أتمضمض فيه بماي وأبلعه. هذا رقم واحد. عندنا زيت الأورجانو بوف ذباح. عندنا بعد شنو؟ عندنا خلط تفاح المخللات كلها تذبحهم وتقلل سكريات وكربوهيدرات خصوصا بالليل بعدها ريحة كذي تختفي انفخ على كيفك. بقول لك شيء وبقول لك شيء ترى ما ينقص منك ولا ينقص منك. ها الحزام رقم واحد شكلك مرتب لا حد يدعمك يعني انت شوف لا حد يدعمك من ورا. ها شوف اول تمرين راح نلعبه راح اسخن العضله الضعيفه اللي بجسمي شنو مثلا عندي اكتافي كل ما ادش النادي اسخن 3 جولات وزن خفيف اوكي والعب بطيء في ملاحظة بالأكتاف الحين عندنا عضلة هني عضلة هني وعضلة ورا أوكي واضح تلعبنا بالطريقة راح يشتغل أمامي والجانبي وإذا فرينا الدامبلز راح يشتغل اللي ورا أكثر كيف أنا شغلة يعني بالتسخين وكيف كله
اللي اشتغل كتف الخلفي. اوكي بس فريدك يوم العبها امامي وبعد ثلاث ايام العب راح ندش اول تمرين في ملاحظه اذا نزلنا تحت راح يشتغل امامي اذا صعدنا فوق لان الحمل راح يصير على الخلفي فشو راح نلعب شو راح اسوي راح العب 30 عده راح العب ضيق واسع واسع عشان اضمن ان العضلات كلها اشتغلت 30 عده كلها تكرار راح العب وراح احط وزن خفيف اوكي خلصت اول تمرين اليوم بوريكم اياه الحين راح العب ثاني تمرين اليوم راح العب تمرين طبعا الريول نفس ما قلت لكم الريول تحت ما تصير فوق فوق حق الخلفي اوكي بس في ملاحظه جدا مهمه لازم تحس بالحرقه وانت تلعب العب تكرار لما تحس العضله خلاص قاعد تحرقك في حراره هني يعني اشتغلت العضله اما انك تشيل وزن وما تحس بالحرقه خليش هاي النادي بالاساس يلا خلينا نبلش هذا التمرين الثاني العب اربع تمارين الحين التمرين الثالث هذا مو مهم الوزن وزن خفيف العب لما تحس حرقه ان شاء الله تلعب خمس ساعات لما يسكر النادي لازم تحس بالحرقه هني والراحه 10 ثواني 10 ترد تلعب خلها للحين قاعد تعورك والعب عليها مو تفرد اذا بردت وقاعد تلعب تحس ان كأنك اول مره قاعد تلعب ما في الم ولا شيء طبعا راح اخففه راح ابلش احط 10 كل مره ازيد 5 بقالي اخر تمرين وبعدها العب بالطبع راح استخدم هذا الجهاز عضلات الريل صدناها من كل الزوايا صدناها وانا قاعد كذي وانا قاعد كذي والحين وانا تمرين سهل وما ياخذ منك وقت بقول شغلة وايد مهمة شوفوا ما في زاوية معينة هي مثلا زاوية عامة الكل يلعبها لا انت اختار الزاوية اللي تلوق على جسمك مثلا الحين انا مثلا قاعد العب كذي ما حسيت بنتيجة اغير ابطل اسوي كذي لما تحس الزاوية اللي صدق قاعد تحرق ريلك هذه الزاوية اللي راكبة على جسمك يمكن شخص ثاني يلعب الزاوية هذه ما تسوي له شيء فمو معناته زاوية معينة خلاص كثير لا انت غير صيد وين الزاويه اللي فيها الم حق العضله هذه الزاويه اللي ركبت عليك عرفتوا هي خلصت اربع تمارين الحين راح العب بطات 6 جولات تمرين واحد فيها الجهاز اختار اي جهاز كل مره غير الجهاز 6 جولات كل جوله 15 وزن خفيف شوي شوي تلعب راح العب التمرين راح احط التمرين جولة العب كذي جولة ابطل جولة ابطل عشان اصيد زوايا البطات كلها
واحد اثنين ثلاث فوق. اليوم عندي باي بشوف كم حركت بالساعة مالت هواوي. ممتاز ممتاز ممتاز. شوف في لون ازرق اخضر اصفر هني مستوى الحرق اللي قاعد يصير بالجسم، فلما اسوي مجهود عالي يصير برتقالي يصير اصفر، عرفتوا؟ وايد حلوه الساعه والله انصحكم فيها. راح العب 4 تمارين باي اوكي واخلص واروح البيت. راح ابلش اول تمرين طعن كذي الجهاز هذا سكيني هني والعب كذي. ايش معنى الطعن؟ لان شكل العضله شلون صاير سيده صايره، يعني مو كذي لا كذي صايره، فانا العب شكل العضله الاساسي بعدين انوع بالتمرين اوكي. ما طاح علي الحين. راح العب ثاني تمرين باي اليوم. يدي ثنتين 4 جولات اوكي. خلصنا الحين تمرينين باي والجهاز. الحين راح نمسك بار متعرج امي نص نص نزل نص مو لي فوق نص اوكي حق العضله اللي هنا اوكي. يلا ثواني اخر تمرين والنحشة. راح العب تمرين باي راح امسك الكيبل والعب كذي الحين راح اصور لكم اوكي. شنو في موضوع اليوم يا جماعة؟ الموضوع اليوم اللي راح اتكلم فيه عن التكيسات. يمكن بنت او يمكن ولد لما زوجته او اخته تقول له انا فيني تكيس، هو ما يدري او البنت نفسها ما تدري شنو يعني تكيس، شنو صاير، هل كيس مثلا طلعه زين، منو اللي سبب التكيس؟ اساس نتفادى هذا الموضوع اعطوني لحظات بسيطة اشرب قهوتي وحضر الموضوع واقول لكم وشنو مع العلاجات. يلا شنو الحين بنضبط الدروكيشن ديكوريشن ديكوريشن الله ما نبيها. ممتاز. السلام عليكم السلام عليكم اخواني اخواتي شلونكم شخباركم. بالحلقة هذه ابيك تفهمين جسمك. شنو موضوع اليوم؟ موضوع اليوم راح نتكلم عن ما بايض. ها شنو انت فيك تكيس او مرتك فيها تكيس؟ شنو يعني تكيس؟ شنو صاير بالجسم؟
شنو الاشياء اللي تسبب تكيس، وشلون نعالج التكيس، وشلون نسوي وقايه من التكيس. اختي الغاليه، امي الغاليه، اذا كنتي ما تحبين الفيديوهات الطويله اللي انا راح اسوي راح اقرق، روحي شوفي لك فيديو ثاني مختصر احسن لك عشان لا اذي ابنك. مشينا يلا ونبلش الحلقه. ركزوا معي، عندنا بالدماغ قده نخاميه، واضح وسهل. لا يقول لي سهل، بالدماغ قده نخاميه. اوكي، القده هذه النخاميه تفرز شغلتين LH وFSH. جيد، شنو تفرز يا حلوين؟ شنو قلنا؟ LH وFSH. ممتاز، كمل مضاري. هذول شنو يسوون؟ يدزون رسائل حق المبايض عندك. ممتاز، شنو يدزون؟ انا اقول لك الحين، احنا تشيكو الحين هذا بالمبيض، هذا البويضة شوف صغيرة طلعت المبيض، من اليوم الاول ليوم ال 14 تقعد تكبر هرمونين، هم يكبرونها ويدزونها، ومن اليوم ال 14 الى يوم ال 28 هرمونين ثانيين يقومون يغيرونها ويدزونها. خلنا نتعرف على الهرمونات، يلا ركزوا معي. من اليوم الاول ليوم ال 14 هرمونين هم اللي مهتمين حق البويضة هذه صغيرة، في هرمون يكبرها وهرمون يعني باختصرها يدزها عشان يوصلها ليوم ال 14، وكل يوم هي تكبر 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 لما توصل يوم ال 14. منو الهرمونين؟ الاف اس اتش. شنو يسوي؟ يكبرها، يخليها تنمو، هو عباره عن نفس الشيز في داخل الهرمونات سوائل. والاستروجين شو يسوي؟ الاستروجين شو يسوي؟ كنه يدزها، يعني عندنا الاستروجين يدزها والاف اس اتش يكبر حجمها، يعني عندنا هرمونين نعيد، الاستروجين والاف اس اتش ينقلونها من اليوم الاول ليوم ال 14. بعد من يوم ال 14 ليوم ال 28 منو مسؤول؟ البروجسترون والال اتش. عرفتوا؟ هذول خلصوا وظيفتهم راحوا هرمونين استقبلوهم. واضح للحين؟ واضح؟ عاد يقول صعب. التكيس وين يصير؟ بين مرحله اللي هو من اليوم الاول ليوم ال 14. من اليوم ال 14 ليوم ال 28 خلاص الاف اس اتش والاستروجين خلصوا وظيفتهم، يعني من اللي راح يفرز؟ البروجسترون والال اتش. البروجسترون والال اتش يقولون حق الاستروجين والاف اس اتش مشكورين الله يعطيكم العافيه ما قصرتوا. بعدها الال اتش يسوي؟ يطلع البويضه يخليها تلتقي بالحيوان المنوي طبعا بعد 28 يوم ويصير بيبي. ولكن ما لنا شغل باليوم ال 14 ليوم ال 28، مشكلتنا كلها من اليوم الاول ليوم ال 14. عباره عن شنو؟ من المسؤول؟ المسؤول البروجسترون والاف اس اتش. هني صلب الموضوع، لازم تركزون عدل. يلا الحين شنو الخلل الهرموني اللي يصير بالجسم اللي يسوي التكيس؟ ركزوا ركزوا والله يخليكم. شنو يصير؟ ركزي معي. قلنا من اليوم الاول ليوم ال 14 منو مسؤول؟ الاستروجين، وبعد شنو؟ الاف اس اتش. حلو، الاف اس اتش شنو قلنا؟ هو اللي يكبر البويضة صغيره، شوف صغيره يكبروا يكبروا لما تصير كبيره عشان تلتقي باليوم 14. حلو، شو اللي يصير؟ في شيء يصير بالجسم، ال LH يرتفع. جيد، ال LH شنو يسوي؟ يقوم يزيد الاندروجين. الاندروجين شنو هذا؟ هذا هرمون ذكوري يخلي المبايض تفرز الاندروجين. المفروض ما يفرز بس عندك فرز لان صارت شغلات. والاندروجين الزايد شنو يسوي؟ يزيد الاستروجين. بعدها تروح رساله حق الاف اس اتش تقول له مشكور ما نبي اف اس اتش. يقوم الاف اس اتش يوقف، وبعدها شو يصير بالبويضه؟ توقف، ماكو اف اس اتش. ليش؟ لان ال اتش ارتفع والاندروجين ارتفع. ناخذ ملخص سريع، ال اتش ارتفع، بعد ما يرتفع ال اتش يقوم الاندروجين يرتفع، وبعد ما يرتفع الاندروجين شنو يقوم يزود؟ يزود الاستروجين، والاستروجين يروح بسيارته اف اس اتش. لا تفرز عندنا وايد، عندكم وايد خلاص، زول البويضة ما تكتمل فتقعد هني 20 بويضة 15 بويضة فتوقف ما تكتمل، هني يسمونه التكيس. عرفت شلون؟ هني طبعا ماكو بيبي، وفي علامات على التكيس. شنو العلامات؟ تعالي خل اقول لك. الحين البويضة تكيست، تعال خلينا نحطها بكيس، ما تكبر ولا شيء. ليش ما تكبر؟
لا فاس اتش وقف لانه هو اللي كبرها هو اللي يخليها تنمو. زين بضاري في علامات الحين انا بنيه قاعد اتابع بضاري في علامات تبين ان انا عندي تكيس ولا رغم ما هو شيء سهل اللي هو العقم ما تقدرين تبين بيبي. زين وبعد انا مو متزوجه تعال اقول لك شنو قلنا احنا الاندروجين مرتفع الهرمون الذكري شنو يصير بجسمك ركز معي شوف شوف شحر شنو هذا صرتي مشعره الله 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 شنو شنو شعر الريل شعر الايد وبعد شنو فصاخت بالشعر شفت تصيرين صلعه شوفي اني ماكو شيء تضطرين تقطينه انتي نفس القطره مالت ريايل تقطين الشعر تخشين الصلعه وبعد شنو الصوت خشن السلام عليكم شلونكم اوه شو السالفه هذا دليل على ارتفاع الاندروجين عرفت شلون شفتوا اللي يلعبون حديد ياخذون هرمونات الاندروجين عندهم يرتفع وبعدين يتحول شنو الاستروجين فنفس الشيء الصوت يختلف عندهم وايد يصرعون يطيح شعره عرفت شلون هذا ارتفاع الاندروجين يا جماعه. زين بطاري السؤال السحري ليش صار فينا كذي هاي تسليه ليش خلينا نشوف واتسابك خلينا نشوف انستغرامك شنو البلاوي اللي انت قاعد تاكلينها راح اقول لكم شنو المسببات المسببات كلها اطعمه ترفع الاستروجين الضار عندنا استروجين داخل الاستروجين في ضار ونافع ولكن نرفع الاستروجين الضار وبعدها من يرتفع عندنا الاندروجين وبعدها منه لف اسس يوقف وبعدها تصير تكيسنا بايظ زائد الشعر والصوت اللي انا ذكرته خل اقول لكم بعض الاشياء اللي تزيد الاستروجين اوكي قبل اقول لكم العلاج رقم واحد المجرم نحاشوا منه الله يخليك نحاشوا منه منتجات الصويا ترفع الاستروجين يا جماعه بشكل مو طبيعي يعني شوفوا هو الصويا الطبيعي اللي مو معدل وراثيا مو ملعوب فيه يرفع الاستروجين ولكن الحين شنو استروجين ضافوا عليه استروجين معدل وراثيا عليه جلايفوزات عليه مبيدات حشريه وايد اشياء فترفع الاستروجين بشكل مو طبيعي وايضا شنو دائما اللي عندهم تكيس دائما اكثرهم ممتان ليش انت عندك استروجين صح صح والشحوم اللي بجسمك تقوم تنتج استروجين يعني احنا عندنا استروجين وجسمنا من الشحوم يطلع استروجين الحين صار اثنين زائد تاكلين اطعمه فيها استروجين عالي فمو يشعل اللي يطق السقف الاستروجين وبسرعه يصير فيك تكيس المفروض انت ما تزعلين ان عندك تكيس لان قاعد تسوين اشياء ايه اللي تسوي التكيس عرفتي رقم اثنين السكريات والكرب والهيدرات العاليه ليش الكربوهيدرات اذا ارتفعت راح تحول سكر زائد الوزن الزايد خلاص خفي ما يصير انت متينه الحين ما يصير 20 سنه 30 سنه انت متينه سوي رياضه ليش هالاهمال اللي فيك بخاطر السكر ممتاز دشي للجيم بعد قبل النادي كليتش كاكاو اساس يروح يحترق طاقه ما يتخزن بليز اختي الغاليه شوفي انا نفس اخوك زين لمتى تروحين السوقه تدورين نفنوف كبرج ما في واللي جيتي قريب كبرت تستحين تروحين تجربينه داخل لان يبي لك نص ساعه على ما تقطين اغراضك وما ادري شنو وبعدها تروحين البيت شنو تقيسينه طن 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 ويمكن ينشك صوب الاباط وتردين المحل ما عجبني كذابه اصلا يعجبك بس لكن مو راضي يدش فيك ليه متى شوفي الاجسامهم زينه مهتمين يدشون السوق ياخذون حتى ما يقيسونه يدرون حلو عليهم الله يخليك ضبطي جسمك اشتركي والله اشتركي نادي اشتركي مو قاعد تشترين جنطه ب 1000 كارتير ديور ساعه بالالاف قاعد تشترين اشتركي مطعم ب 150 دينار ب 60 دينار ماكو 60 5 دنانير انا اسوي لك جبن بيض اكلي غيري من حياتك الله يخليك ما يصير يعني زوجك قاعد يشوفك زوجك بخاطره يشتري لك نفنوف ما يقدر لازم يروح سوق الخيم يجيب لك خيمه صغيره قلت لبسيها خلاص ما يصير والله الريال اذا يبيني يبي قلبي روح انتو قلبك انتو شحمك روحي ما يصير تعاندين ما يصير الله يخليك وشنو الشعار مالهم اللي مالهم خلق دائما الامتان كلنا ميتين راح ياكل الدود من قالت الدود راح ياكله اصلا الدود راح يسوي كذي الله يخليك تشجيع وشجعتك حطيت مليون فيديو شلون تخسرين وزنك بليز نبوس ايدك نبوس عشان تصيرين الله يخليك غيري من حياتك خلاص بس لهني وخلاص بعض الحريم ندري انها كذابه بس ولكن احنا ما نقدر نقول لها شيء منو هذه الحامل منصور هلا والله في بيبي تو البيبي مشتهي مو هي البيبي قطتها براسه مسكين البيبي يقول
البيبي يبي خمسة آيس كريم. والله هذاك ما يدري صدق فيبلغ خمسة. البيبي يبي كنافة، يبي 16 بقلاوة وتاكل. بس متى نصيدها؟ لما تولد. ماكو بيبي. خلنا من هذه، ما نقدر نقول له شيء صدق ما نقدر. انت حالي ماكو بيبي، ليش تبين كباب الساعة 12 بالليل؟ شنو؟ انت ذيب. انت بتاكلين اللحوم؟ ليش؟ كله بقلاوة، كله كاكاو، سنيكرز، كله 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 كله. خلاص تكيس، راح يصير تشيس جمعية داخل. الله يخليك، رتبي أكلك. ليش بالعلاج؟ يلا مشينا. شوف قاعد عضبتك، بس أنت ما تبين، أنت تبين الكباب، أنا أدري. ونبلش بالعلاج، تعال. الأشياء اللي تسبب تكيسات عرفناها. لا 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 لا، هيدا الفيديو، عرفناها، وخرنا عنها. ربي لك الحمد، والله يعطيك العافية انك انت وخرتي عنهم ان شاء الله. كباب نو زين. الاستروجين الزايد راح يترسب على الكبد، نبي نشيله. من اهم الاشياء اللي تشيل الاستروجين الزايد على الكبد، لان الكبد عنده وايد وظائف هذا قاعد له، شنو؟ شاي القراص من مرة الى مرتين. شاي القراص اوكي. ونبي ننزل الاندروجين، لان الاندروجين شنو اذا زاد؟ انتو اذكياء، يرفع الاستروجين. وشنو هو اللي يطلع الشعر والصوت ويطيح الشعر؟ من افضل الاشياء اللي تنزل الاستروجين، ركز معي، اوميجا 3 جيد، بي 2 جيد، الزنك، هذول موجودين. وندخل معاهم نقدر الماكروت على اساس يضبط الهرمونات. كذي خلصنا، نستمر. انك انت وخرتي عنهم ان شاء الله. كباب نو زين. الاستروجين الزايد راح يترسب على الكبد، نبي نشيله. من اهم الاشياء اللي تشيل الاستروجين الزايد على الكبد، لان الكبد عنده وايد وظائف هذا قاعد له، شنو؟ شاي القراص من مره الى مرتين. شاي القراص اوكي. ونبي ننزل الاندروجين، لان الاندروجين شنو اذا زاد؟ انت اذكياء، يرفع الاستروجين. وشنو هو اللي يطلع الشعر والصوت ويطيح الشعر؟ من افضل الاشياء اللي تنزل استروجين، ركز معي، اوميجا 3 جيد، بي 2 جيد، الزنك، هذول موجودين. وندخل معاهم نقدر الماكروت على اساس يضبط الهرمونات. كذي خلصنا، نستمر ونستمر من شهر الى 3 شهور. واذا كنتي متزوجه راح تبين بيبي، الله يوفقك ان شاء الله ويخلي لك ان شاء الله. واللي مو متزوجه وشلون يعرفون تكيس بالسونار؟ يشوفون شنو راح يصير. شوف راح بعده شنو كل شهر دن 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 دن، وبعده دن 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 دن، امور تصير زينه. مشكورين وايد انكم تميتوا معي لاخر الحلقه. خواتي الغالين، انا نفس اخوكم، كل النصايح اللي قاعد اسويها لكم تستاهلونها، ولكن نبي اللي يطبق. طبقي طبقي، والله العظيم من الصعب واحد كذي قاعد يشرح لك. كل الناس تقول لك اخذي زيتون، اخذي دشي جوجل، دشي يوتيوب. ضروري جدا، انا شرحت لك الموضوع ونحتاج التطبيق. وما تشوفون شر ان شاء الله، اوكي؟ وخلكم مع بعض، مع السلامه.